إذا عندنا هذا السيستم هلا هون رح نشوف بي دي كنترولر، بي دي كنترولر على الأسلوب اللي حكينا عنه زي الأوغاتا، رح طلع الكي برا، هون عندي هون البي برانش، وهون عندي الدي برانش، الدي برانش اللي هو اس، فيش ترانسفير فانكشن اسمها اس، في ديفرنشيشن ديريفيتيف معين، هذا هو تي دي وحدته بالسكند، لأنه هاي على دي تي، فسكند على سكند رح تعطيني دايمنشن اسمه. هذا البي دي كنترولر راح يضيف زيرو، راح يضيف زيرو جديد لهاي الترانسفير فانكشن. فانا عندي في 3 بورتس في السيستم الاصلي، ماينس 1 على 2 ماينس نص ماينس ثلث ماينس ربع، فعندي 3 بورتس. البورت هون راح يضاف زيرو جديد، الزيرو سببه انه الترانسفير فانكشن هون عباره عن كي في 1 زائد تي دي اس، كي في الحاله هاي مثلا هي 5 وعندي تي دي اس 1 زائد 10 اس اللي هي عندي 0 at minus 0.1 مظبوط. فلو طلعت على الزي على الاس بين هاي الفانكشن عندي ناقص نص تقريبا، مثلا خلينا نقول هون هاي بول ناقص، رح تكون هذه خلينا نكبرها نكبر السكيل، عندي ناقص ربع ناقص ثلث ناقص نص، وعندي 0 على قديش؟ minus 0.1 minus 0.1 تقريبا. هاي صار تغير عندي هون، صار عندي 3 بورت وعندي 1 0 بسبب وجود التي دي. هلا رح نعمل الان رح نطلع اول شيء بدون الجيم بدون الديريفيتيف كنترول، فرح اشيله الان، رح نرجع للسيستم نفسه اللي شفناه اكثر من مره في المرات السابقه. خلينا ننزل هاي ل 10 لنزيد الزمن شوي ل 20 ثانية. إذا هي عندي سيستم هون الأوفر شوت عالي طبعا فيه، وإذا زدنا الزمن كمان عشان نراقب شو بصير بالستيدي ستيت ايرور، لأنه مشكلة البي إنه إتس كومبرومايز ما بين الأوفر شوت والستيدي ستيت ايرور. نطلع على السيستم واضح إنه ستيدي ستيت ايرور، خلينا أرفع درجة الزمن إذا 100 سكند هون. عندي واضح انه في عندي هون ستيدي ستيت راح يكون موجود بهذا السيستم، على فكره 200 سكند يمكن كانت احسن شيء اللي كانت موجوده بالاول، كنت نرجعها مره ثانيه من الرن. واضح انه هون في عندي ستيدي ستيت ايرور، هلا مشكلتي في الكي، كيف ما بلعب في الكي راح يضل عندي مشكله مظبوط؟ ازيد الكي كمان راح تزيد الاوفر شوت، وفي لحظه معينه ممكن السيستم يصير انستيبل على حوالي 8.7 تقريبا اذا بتتذكروا، صار عندي السيستم انستيبل، والمشكله حتى بهاي القيمه عندي اوفر شوت عالي هون تقريبا من حوالي 35 حوالي 33.5 الاوفر شوت بيرسنت، ورغم ذلك في عندي ستيدي ستيت ايرور كمان كبير غير مقبول، ستيدي ستيت ايرور تقريبا من 1 حوالي 20% 18% ستيدي ستيت ايرور، فما في حل مثالي بحاله من هاي. هلا ممكن اني انا اضيف دي بحيث على الاقل بدي اخفف شوي من الاوفر شوت، فلما نضيف الدي اللي موجود هون خليني اقدر قيم صغيره من دي، راح اقدر قيمه 1 من دي ونقول اوكي ونحط ران. الاوفر شوت كان عندنا حوالي 33%، بتلاحظوا انه الاوفر شوت نزل مش هيك؟ قديش صار الاوفر شوت؟ تقريبا 7%. فبدون ما اغير كي يعني ضليت محافظ على كي على نفس الستيدي ستيت ايرور وخففت الاوفر شوت. خلينا نشوف هلا اذا بقدر ازيد شوي كي عشان اخفف من الستيدي ستيت ايرور، فخلينا او خليني خلينا ازيد شوي كي مثلا اعمله سيت مثلا بالحاله هاي، شوف شو بصير معنا. نعمل راح المفروض انه الستيدي ستيت ايرور ينزل عندنا، الاوفر شوت طبعا زاد لانه زيدت كي، والستيدي ستيت ايرور خف شوي كان تقريبا 18%، هلا تقريبا الستيدي ستيت ايرور من 5 حوالي 86 14%، من 18% ل 14% نزل. لو زدته هلا شوي طبعا بدي ادير بالي كي الاوفر شوت نزل ل 7، فبدي بزيد الاوفر شوت ينزل الستيدي ستيت ايرور، ممكن وقتها ازيد الدي شوي عشان اخفف من الاوفر شوت. نلاحظ الستيدي ستيت ايرور زاد شوي الاوفر شوت زاد، خلينا نزيد كي دي نزيدها ل 5 مثلا. نعمل رن، المفروض الاوفر شوت يرد ينزل، نزل عندي الاوفر شوت، نرد نزيد كي كمان شوف اذا نزيدها ل 8، انا ممكن اتجاوز القيمه اللي كان يصير عندها هاي صار قديش ستيدي ستيت ايرور عندي؟ تقريبا حوالي 11% مش هيك؟ 0.11، رد نزيد الجيم مثلا ل 10 ل
إذا عندي هلا تقريباً ل 0.9 مظبوط حوالي 0.9 أزيد الجين كمان مثلاً أزيده ل 15 نشوف شو بصير خلينا ناخذ هاي تقريباً 6% واضح؟ هذا فاستفدنا مظبوط هلا السيستم هون ما ممكن يصير unstable طب كيف السيستم بالاول كان ممكن يصير انستيبل ولا بطل يصير انستيبل؟ دكتور انا بالاول الزيرو الزيرو اللي ضفناه رح يغير الروت لوكس رح يغير شكل الروت لوكس شكل الروت لوكس الاصلي لما كان بدون الدي بدون الدي موجوده هون رح يكون عندي هذول التو كورز بيقتربوا من بعض بعدين بيتحركوا بهذا الاتجاه بتتذكروا كانت قيمه كي هون تقريبا 8.7 وهذا رح يروح على ماينس انفينيتي لكن لما ضفنا البي دي ضفنا زيرو للروت لوكس او ضفنا للاوبن لوب كولز وزيرو فلما صار عندي زيرو هون اظن انه بصير شكل بتحرك هذا البولز باتجاه هذا الزيرو وهدول البولز الاثنين بيتحركوا باتجاه بعض وبعدين بروحوا هون لهي فرجعوا كانهم بيشتغلوا لحد ما تو سكند اوردر سيستم متذكرين سكند اوردر سيستم بيتحركوا البولز بهذا الاتجاه واضح فائده الدي الدي خلتني ازيد قيمه كي وانزل من ستيدي ستيت ايرور بدون ما اعاني انستابيليتي او لارج اوفر شوت واضح تقرير الاوفر شوت اليمينيتد هون مش عندي اوفر شوت اذا بتشوف هون خلينا نشوف قديش بقدر ازيد كي لا يمكن انه بقدر ازيدها لو زدنا كي ل 20 هون نعمل رن كمان عندي هون تقريبا وصلت 5% اقل من 5% انا اجرب قيمه اكبر لكي 30 لسه السيستم يعني هدول التو بولز كانهم لسه اوفر تايم ما تركوا الاكسس خلينا نزيد كمان نشوف كان نزيد كمان كي نزيد كي ل 50 ماشي عندي تقريبا الستيدي ستيت ايرور مثل يعني صار صغير جدا نجرب نشوف قيمة كي اللي بتخلي السيستم يصير اندر دام 70 لسه السيستم اوفر دام عمليا تقريبا لسه يعني ما بضلش يعني بالايرور حوالي 1 اوكي ماشي واضح هذا مثال احسن من مثال الاي ار اللي طلعنا اليوم انه واضح تماما الان انا باستعمال البي دي لو بتعمل ستيبلايزيشن للسيستم بتقدر تزيد قيمه كي لو هلا شلت الدي هاي اللي حطيتها شو بصير بالسيستم؟ تمام خلينا نشوف لو انا هلا رجعت للسيستم هذا وشلت الدي السيستم طبعا رح يكون اكيد كومبليتلي انستيبل لان احنا على 8.7 كان السيستم انستيبل حتى هون واحد هاي واحد تايمز 10 تو ذا 38 القيم هون صارت كبيرة جدا بس انت مش عم تعملها ديسبلاي هون لانه هاي 2 تو ذا 10 تو ذا 96 بس واضح انه السيستم عم يصير يعني لو رجعنا هاي القيمة هون ل 15 رح ضل مستمر السيستم واضح انه عم يصير اوكي ماشي واضحة هاي واضح الايفكت تبع بي دي كنترولر